السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على الجهد الكهربائي القسم 4-3، الجهد الكهربائي للتوزيعات المختلفة للشحنة، للصف 12 متقدم الفصل الدراسي الأول، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جرب. المسألة باللغة الإنجليزية لمن يرغب. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. تعود أقرأ المسألة مرة 2-3. خلال 5 ثواني اللي بتقرأ فيها المسألة عقلك بيجيب لك كل المعلومات اللي ممكن تساعدك في حل المسألة. استنبط، يعني استنتج، تعبيرا يصف الجهد الكهربائي على طول محور قرص في منتصف فجوة، يعني المحور X، وعيني اجت على الرسم يعني على هذا، كما هو مبين في الشكل، حيث R1 وR2 هما أنصاف الأقطار الداخلية والخارجية للقرص. ما قيمة الجهد إذا R1 تساوي 0؟ إذن هذه R1 وهذه R2، هون فجوة ما في شيء وبدك الجهد هنا. لذلك ترسم رسمة، هذا القرص الخارجي، هذا R2 وهي R1. نرسم قرص صغير داخل القرص هذا، يعني شايف هذا الرمادي من مساحته أو مسافته DR. بافتراض أن القرص توزيع شحنة موحد، فإن إجمالي الشحنة هو كيو بتساوي سيجما الكثافة، كثافة الشحنة السطحية في A، السطح الكلي للقرص، حيث A هي مساحة القرص وسيجما هي كثافة شحنة المنطقة. مساحة منطقة الحلقة الرقيقة، يعني أخذنا الحلقة الرقيقة هذه اللي لونها رمادي، عرضة DR ونصف قطرها R، تابع معي هنا، وأخذنا منها شحنة مساحة تفاضلية، هذه مساحة تفاضلية تحمل شحنة تفاضلية. إذا بتتذكر الدرس 4-3 الشريحة 16 ذكرت لك فيها 4 خطوات لإيجاد المجال الكهربائي أو الجهد الكهربائي لتوزيعات الشحنات. هلأ L اللي هي بعد النقطة هذه عن الشحنة التفاضلية أو المساحة التفاضلية DE اللي بتحمل الشحنة التفاضلية DQ، تساوي جذر التربيع X تربيع زائد R تربيع. من هنا لهنا هذه X، هذه X، وهذه L اللي كنا نسميها R، لكن هون كون عطينا R فمنسمي غير تسميات. أيضا الشحنة التفاضلية تساوي لها كثافة الشحنة في المساحة التفاضلية. المساحة التفاضلية للقرص اللي نحن اخترناه الرمادي 2 باي في R في DR. هلأ الجهد التفاضلي ويساوي كأنه عم نحسب جهد عند أي نقطة بجوار شحنة نقطية، ويساوي لثابت كولوم في الشحنة التفاضلية على L. هلأ بنجري التكامل. قبل ما أجرينا التكامل استبدلنا الشحنة التفاضلية بما تساويها، هاي عملية للتسهيل. هلأ بنجري التكامل. التكامل حدوده من R1 إلى R2، يعني من نصف القطر الداخلي إلى نصف القطر الخارجي. منطلع خارج حدود التكامل كل شيء مقدار ثابت، ثابت كولوم ثابت، الكثافة ثابت، الاثنين ثابت، الباي ثابت، طلعناها كلها خارج حدود التكامل. هذا التكامل لونت لك يا بالأحمر، تروح للملحق بتلاقي هذه يشبهه تمام. إذن هي نتيجة التكامل وبتكمل. فبتطلع عندك المعادلة الأساسية هذه،
ومن أجل آر تساوي الصفر هذه. انتبه، السنة في أسئلة مقالية، أسئلة اختيار متعدد، حل مسائل، أسئلة استنتاجية، فدير بالك. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.